أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: عندي قطعة أرض قمت ببنائها مسجدا لوالدي المتوفى، هل ما فعلت صحيح؟ وهل يصل الثواب إلى والدي وقد كتبت على المسجد من الخارج مسجد فلان رحمه الله، فهل علي خطأ في الكتابة على المسجد بهذا؟ جزاكم الله خيرا. لا، عملته عمل جيد وهو توقيف هذا المسجد وجعل ثوابه لوالدك، هذا من أعظم البر والإحسان إلى والدك، ونرجو من الله أن يتقبل منك هذا العمل. وأما الكتابة فلا داعي لها، الأحسن إزالتها. بارك الله فيكم.